مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. في فيديو هذايا باش نحكيو على نهار مميز جدا جدا للرياضة العربية. شفنا 4 ميداليات كاملة في نهار اليوم، وافتتحها عبد الله الرشيدي بالبرونزية اللي تعودنا عليها وريناها في ريو، عاد نشوفوها مرة أخرى في الرماية. كويتي كان متميز برشا، 57 سنة يجيب ميدالية للكويت ويجيب ميدالية عربية. أكيد الكويتيين استناوها، وأكيد العرب كانوا متوقعين أنه عبد الله الرشيدي باش يرفع راية بلاده في الألعاب الأولمبية هذه. بعدها بالضبط تعدينا للتايكواندو، والتايكواندو اليوم نهار كان حافل ياسر. بديناها بهداية ملك اللي أصرت، هداية ملك كانت خرجت في دور ربع النهائي، عادت بالملحق مرة أخرى، وبعد لعبت على الميدالية البرونزية ضد الأمريكية في التايكواندو أقل من 67 كيلوغرام، ونجحت باش أنها تجيب برونزية ثانية بعد برونزية 2016. مرة أخرى هداية ملك تجيب برونزية لمصر وتجيب برونزية للعرب. زادة سيف عيسى في نفس النهار، وتقريبا شفنا نحن تبعناهم اليوم كانوا ورا بعضهم متالين. المصرية لعبت وراها سيف عيسى رجال أقل من 80 كيلوغرام، وربح النرويجي في صراع على البرونزية، ونجح باش أنه يجيب لمصر ثاني برونزية في الألعاب الأولمبية حاليا، ونجح باش أنه يرفع رصيد العرب 5 ميداليات. من المفارقات أنه فما روسي اسمه خرامتسوف اليوم حرمنا. علاش نقول حرمنا؟ خاطر الروسي هذا ربح سيف عيسى في نصف النهائي، وكان خرجوا من إمكانية الحصول على ميدالية فضية، وكان حرمنا من نهائي عربي ما بين سيف عيسى وصالح الشراباتي اللي نجح باش أنه يوصل للنهائي ويلعب ضد خرامتسوف، لكن للأسف خسر. وخلينا نقوله إنجاز يبقى موجود، خرامتسوف هو مصنف رقم 1 في العالم، منافس ماهوش سهل بالكل، لذلك صالح الشراباتي عمل إنجاز كبير أنه جابنا الميدالية السادسة العربية، وجاب البلاد والأردن الميدالية الأولى في الألعاب الأولمبية الحالية. بهذا يكون ترتيب العرب حاليا: تونس في المركز الأول برصيد ذهبية وفضية، الأردن في المركز الثاني بما أنه عندها فضية وفضية دائما تغلب البرونزية، مصر في المركز الثالث بزوز برونزيات، وفي المركز الرابع نلقاو الكويت برصيد برونزية واحدة، ونستناو أكيد المغرب والجزائر اللي ممكن يجيبوا في ميداليات في الأيام القادمة. للأسف اليوم تونس ما حققتش إنجازات كبيرة. Wait a minute. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، إعفاء رئيس الحكومة. إنجاز تونس اليوم ما كانش على المستوى الرياضي، إنما كان على المستوى السياسي. اليوم قيس سعيد خرج، قيس سعيد نجح باش أنه يفرح الشعب بقرارات صارمة، بتجميده للبرلمان وبإعفائه الرئيس الحكومة. قيس سعيد خلينا نقوله عمل حاجة صدمت التوانسة الكل، حسب رأيي أنا هو كان نجم السهرة سياسيا. تونس ما حققتش إنجاز رياضي، ممكن تكون سهرة البارح، ولكن حققت إنجاز سياسي كبير وكبير برشا، ونتمنى وأنها تكمل على خير. هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. كان عجبك انزل لايك، اعمل سبسكرايب. نحن نتقابلوا في الفيديو الجاية في الليل ولا في العشية باش نحكيو فيها على برنامج التوانسة بالنسبة لنهار غدوة، ونتقابلوا في فيديو الجاية. باي باي.